فيني اتحمل بعدك عني. يلا جهز البيت بسرعة لك. انت بتأمري بعد ما نتزوج ما رح بعيد عنك. قلت لك خلينا نسكن مع امك وابوك لبين ما يخلصها. هاي خلصت جهازي خلينا نتزوج. لا حبيبتي ما بدي اعلى بلسان اهلك، ومرت اخوكي رح تفضحني وتقول مصطفى ما جهز بيته. بتصير تقول ابصر ليش لفلفوا القصة وتزوجوا بهالسرعة هاي. اصبري حبيبتي ليجهز البيت بعد من الجواز، وقتها ما حدا بيطلع له يحكي، وراح ضمك وشمك على كيفي. أهلين، شرفت مصطفى بيك. شلونك أمي؟ حاجتك بقى، عوض ما تجي تشق على أمك بالبيت اللي إلى 10 أيام وشايفتك دغري رأساً ركضت لهون. لا أمي، هلأ وصلت، قلت بشق على البيت وكنا بوشنا جايين لعندك. صدقيني، مو هيك فاطمة؟ يا حوينة الحليبات اللي رضعتهم من صدري. أمي بترجاكي، شو كفرنا يعني؟ أصلاً فاطمة ما عاد شفنا وشها من يوم اللي رحت من هون من 10 أيام. مرت عمي صار جاي لعن كل شي 5 مرات وعادت يوم كمان. يلا خلونا نروح، اشتقت لطبخاتك أمي. يلا. بس أنا ماني طابخة أي شي اليوم أمي. لا مستحيل سدي هالشي، يعني ما في فطاير سبانة؟ ما في. طب مجدرة؟ قلت لك ماني طابخة، حاجة تجدب علي. عمي كبرت أنا، حاجة تضربيني. شو صفنان بذكرياتنا؟ الربيع كان بيجنن، مضينا أيام حلوة راحت عليك. لولا خطبة سليم ما كنت اجيت لهون أبدا. شوفي ليش ما بدك تجي؟ اصلا ما منشوفك الا كل صيفيه. يلا كريم قرب منهم شوي. تعاس بنزين؟ لا في معهم رجال، عيب ما بيصير هيك مراد. شو قلت بالله؟ اي لاف يو اي لاف يو. لك حاجتك فضحتنا، فوت لجوا يا زلمه. يا الله شو هاد، ما في احلى من هيك. ما عندك شي رفيقة؟ أنا؟ لا، وأنت؟ مو وقتها. وموضوع هذيك البنت البريطانية شو صار فيه؟ أحياناً بحكي معها على الإنترنت. إيه؟ يعني ما حبيت من هون؟ ما حبيت. ليش مريم ما بدأت زوجك ولا شو؟ ليكو سليم، تورط المسكين، بدنا نشوف هلأ رح يصمد الرجال ولا رح يبوس التوبة؟ إيش الصبايا؟ شباك عود يا زلمة، ما رح تعال أبداً أنت.